مرحبا، حلقة اليوم هي لحتى جاوب على أكثر أسئلة عم تسألوها بموضوع الفيس يوغا. أول سؤال هو إنه إذا مين ما كان بحق له مارس الفيس يوغا، جواب هو نعم طبعا. الناس يلي تحت سن الرشد فيهم يمارسوا الفيس يوغا، وحتى الكبار بالعمر ورجال ونساء كمان، مين ما كان فيه يعمل فيس يوغا. المرة الوحيدة يلي لازم نتأكد فيها من الطبيب إذا بحق لنا نعمل تمارين معينة هي في حال كان عنا مشكلة صحية، مثلا إذا حدا عنده مشكلة ضغط بالعيون، أكيد أفضل يتأكد من طبيب قبل ما يساوي تمارين فيس يوغا تشمل منطقة العين. ثاني سؤال هو إنه قد إيه لازم نمارس الفيس يوغا قبل ما نشوف نتيجة؟ طبعا نتيجة الفيس يوغا بتختلف من شخص للتاني، وبتختلف على أي منطقة بالوجه عم نشتغل. يعني إذا عم نشتغل على العضل حنحصل على نتيجة أسرع من إذا كنا عم نشتغل على العظم. العظمة بتاخد وقت أكتر، أو البشرة هي أسرع شيء، العضل بعدين البشرة بعدين العظمة. وكمان بتختلف على أي نمط حياة عايشين، إذا حياتنا صحية، إذا بناكل بطريقة صحية، إذا بنعمل حركات معقول تأذي وجهنا، فكله بيأثر على النتيجة. هو بالمطلق أول فترة لازم نمارس الفيس يوغا مرتين لثلاث مرات بالنهار، على قليل مرتين وأكثر شيء ثلاث مرات، مع أخذ كم ساعة استراحة بين أول مرة وتاني مرة وتالت مرة كرمال ما تتعب المنطقة اللي عم نشتغل عليها. ولما نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها ممكن نخفف للمرتين بالأسبوع، بعد فترة ننزل للمرة بالأسبوع، وتدريجيا نصير نخفف لمرة كل أسبوع إيه أسبوع لا، بس لحتى نحافظ على النتيجة. كمان في شغلة ممكن تساعدنا لحتى نشوف قد ايه الفرق يلي عم نحصل عليه، هي انه ناخد صور قبل ما نبلش بالتمرين، وناخد صورة بعد فترة لحتى نتأكد بعيننا ونشوف اذا عن جد في فرق او لا. لانه اذا ما اخذنا صور معقول ننسى كيف كان شكلنا قبل، خصوصي اذا الفرق كان بسيط، ويمكن نفكر انه ما تحسن شكلنا وما تغير. فعلى الاحوال احسن ناخد صورة. السؤال الثالث يلي دايما عم تسألوه هو انه اي فترة بالنهار احسن شي نمارس الفيس يوغا؟ جواب هو الصبح اول ما نفيق من النوم، وعشية دغري قبل ما ننام. لانه الصبح لما منفيق من النوم بيكونوا عضلاتنا بعدهم فريش، ونقدر نحنا نمرنهم على كيف بدنا اياهم ياخدوا اي شكل خلال النهار. ونفس الشيء عشية قبل ما ننام بيكونوا تعبوا العضلات، ويمكن لما يكونوا تعبانين ننام بطريقة تأذي شكل الوجه، مثل معقول ننام نحن وعم نشد على أسناننا، أو نحن وعم نشقر ونعمل تجاعيد، أو نحن وعم نشد على خدودنا. فلما نمارس فيس يوغا قبل ما ننام بنكون كمان عم نرخي العضلات وعم نخليهم ما ياخدوا شكل بيأذي وجهنا لما نفيق تاني نهار الصبح. كمان في سؤال كتير بتسألوه هو إذا النتيجة لما نوصل عليها إذا هي ثابتة. مثل عضلات الجسم، كل ما نمارس الفيس يوغا لفترة زمنية أطول كل ما النتيجة رح تثبت أكتر. يعني مثلا إذا حدا أول مرة بيروح على الجيم وراح كم شهر وصار عنده شوي كبروا عضلاته، إذا دغري وقف رح يرجع ينزل العضلات ويروحوا. بس إذا ضل على فترة زمنية طويلة عم بحافظ على النتيجة اللي عم يكتسبها، حتى لو رجع وقف لسنة مثلا ما حيختفوا العضلات كليا. فالجواب هو كل ما نمارس اليوغا بطريقة أطول كل ما النتيجة رح تثبت أكتر في حال وقفنا كليا. هلأ جوابا على سؤال انه في حال وقفنا الفيس يوغا هل هالشي رح يسبب تجاعيد للوجه؟ الجواب هو اكيد لا، لانه كل ما نحنا عم نمارس فيس يوغا بطريقة صحيحة وعم نحرك العضلات المزبوطة، كل ما هالشي بيمنع ظهور التجاعيد لبعدين. وحتى لو وقفنا ما رح يسبب تجاعيد. بس كمان كتير مهم ننتبه انه نحنا ما نشد زيادة عن اللزوم، خصوصي على المناطق الحساسة مثل العين. لازم مثلا اذا عم نعمل فيس يوغا على العين لازم ننتبه نحط كرام على مدار العين، لازم ننتبه نستخدم قوة خفيفة لحتى ما نأذي البشرة.
كمان مرات بنسأل إنه إذا في فيديو معين لازم نساوي كل الخطوات اللي موجودة بالفيديو، وكل خطوة قد إيه لازم نعيدها، قد إيه الوقت تبعولها. جواب هو صح، كل خطوة لازم نساويها، لأنه مرات في خطوات بتكون بسيطة منفكر إنه ما حتعطي نتيجة وفينا نقفيها، بس بالحقيقة هي كل خطوة بتوصلنا، بتمهد الطريق للخطوة اللي وراها، فأفضل نساوي كل الخطوات. وبالنسبة للوقت تبعول كل خطوة، هو بكل فيديو عم صوره إجمالا عم بنزل عداد للوقت، لأنه مش كل خطوة قد التانية، يعني في خطوات لازم نعملها 20 ثانية، وفي خطوات لازم نعملها 60 ثانية. فكرمال هيك اتبعوا العداد اللي موجود على كل خطوة جوات الفيديو لحتى تعرفوا على المظبوط قد ايه وقت لازم نمارس كل خطوة. كمان مرات بنسأل إذا فينا نساوي كل تمارين الأنف اللي موجودة بالقناة عندي. جواب هو لا، لازم إذا على منطقة معينة مثلا الأنف، على الأكثر نساوي 3 تمارين للأنف، وإلا حتتعب هذه المنطقة وحتبطل عم تتجاوب معنا، وبالعكس يمكن يورم الأنف. فعلى الأكثر 3 تمارين لنفس المنطقة بنفس الوقت، ممكن نسويهم لفترة كم شهر. وإذا عايزين تمارين تانية لنفس المنطقة بعد كم شهر، ورا ما نوقف أول تمارين كنا عم نعملهم للألف، فينا ندخل تمارين جديدة، بس بنفس الوقت على الأكثر 3 تمارين. بس كمان إذا في منطقة تانية حابين نشتغل عليها ممكن، يعني إذا عملنا 3 تمارين للأنف فينا نعمل تمارين للعين أو للتم أو للدقن، مهم ما يكونوا نفس المنطقة. هلأ في سؤال كتير مهم مرات بنسأل عنه، هو مثلا إذا في أشخاص بيساووا تمارين للأنف مثلا وبيلاحظوا إنه كبر بدل ما يصغر، الجواب هو لأنه لعدة أسباب، يا لأنه عم نستخدم قوة عالية، عم نتحمس انه بدنا نحصل على نتيجة سريعة فعم نقوي، وهالشي غلط بيأذي الأنف، فما لازم نقوي أبدا، لازم القوة تكون متوسطة لخفيفة. أو ممكن عم نعيد التمرين أكثر من 2 3 مرات بنهار، يعني في أشخاص بيعيدوا التمرين 5 6 مرات بنهار كرمال يحصلوا على نتيجة أسرع، وكمان هيدا شي غلط، لازم على الأكثر 3 مرات بنهار. وكمان لازم ناخد فترة استراحة بين أول مرة وتاني مرة وتالت مرة كرمال ما يتعب الأنف ويضل عم يتجاوب معنا وما يورم. وكمان في نقطة معقولة تكون عم تأذي البشرة، هي إذا ما حطينا كرام قبل ما نساوي التمرين. هو ضروري نحط كرام أو زيت كل مرة بدنا نساوي التمرين على المنطقة المعينة اللي بدنا نشتغل عليها لحتى ما تنأذى البشرة. وبموضوع عظمة الأنف بفيد كمان في حال الكرام ما كان عم بيأدي، إنه ندفي زيت بنقطة زيت ندفيها شوي ونحطها على العظمة لحتى تساعد أكثر العظمة على إنه تقدر تاخد الشكل يلي نحنا بدنا نجرب نعطيها إياه. هلأ السؤال هو إنه إذا طبيعي نحس بشعور غريب بوجهنا ورا ما نكون سوينا الفيسيو؟ الجواب هو نعم طبعا، كل ما نشغل منطقة جديدة لأول مرة كل ما طبيعي نحس إنه تغير فيها شيء، بس أكيد مع الوقت رح نبطل نحس بهذا الشعور. كرمال هيك كل ما كنا جداد على الفيس يوغا كل ما لازم تدريجيا نعلى بعدد التمارين وكمية التمارين. أول شيء لازم نبلش على الخفيف، ننتبه نتذكر إنه نركز كتير منيح على النفس، وإنه نتنفس من الأنف، الشهيق يكون من الأنف مش من التم. للأشخاص اللي بيسألوا إذا فيهم يعملوا فيس يوغا إذا حاليا هن عاملين بوتوكس أو فيلر، الجواب هو نعم فينا، بس البوتوكس ببعض الأوقات في عضلات ما بيعود يخلينا نقدر نحركها، فبدنا ننطر شوي أكتر لما يبلش يخف البوتوكس لحتى نقدر نحرك هذه العضلات نحن وعم نعمل فيس يوغا. دايما خلوا وشكم مرتب قبل ما تعملوا فيس يوغا، وفي حال حسيتوا بوجع كتير كبير لكن أكيد أفضل نوقف نتأكد أنه يروح البوتوكس كليا وبعدين نساوي فيس يوغا. كمان في سؤال كتير بينسأل، هو أنه إذا في شغلة معينة بوجهنا هي وراثية، إذا الفيس يوغا بيقدر يساعد فيها؟ الجواب هو نعم، يعني مثلا إذا عنا صابات تحت عيوننا من وراء الوراثة الفيس يوغا بيقدر يساعد، وتحديدا بعامل الوراثة فينا نعرف من وراء أهلنا مثلا إذا مع الوقت
حيكبر بعد اكثر السواد او حيزيد، فاحسن هيك بنصير بنبلش نشتغل عليه من عمر اصغر قبل ما يكون صار كتير كبير. وحتى لو صار كبير، الاستمراريه بالفيس يوغا طبيعي كتير رح تساعد بهالموضوع. خلاصة، نحن وعم نساوي الفيس يوغا كتير مهم نشرب مي قبل وبعد التمرين لحتى نخلي البشرة تكون رطبة ويساعد على انه ناخذ نتيجة بطريقة اسرع. كتير مهم يكون في كرام او زيت على المنطقة اللي عم نشتغل عليها كل مرة قبل ما نشتغل عليها. التركيز على النفس كتير بيساعد على انه نحصل على نتائج اقوى. حلو ناخذ صور قبل وبعد كرمال نتأكد ونشوف بعيننا إذا عن جد في تغيير أو ما في تغيير. بيفيد كمان نحط مراية قدامنا نحن وعم نساوي الفيس يوغا لنتأكد إنه نحن وعم نشتغل على جهة معينة ما نكون عم نأذي غير جهة وعم نعمل تجاعيد مثلا على غير جهة. ما لازم أبدا نستخدم قوة عالية، بالعكس قوة متوسطة لخفيفة. ما لازم نعيد نفس التمرين أكثر من 3 مرات بالنهار، وما لازم نشتغل على نفس المنطقة أكثر من 3 تمارين مختلفة. إن شاء الله أكون جاوبت على أسئلتكم، وإذا بعد في شي سؤال خبروني وبجاوبكم بأسرع وقت.